السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وبسلامة. معكم هنتر، رجعنا بفيديو جديد من لعبة فورتنايت بالسيزن الثامن والأسبوع الرابع، ورا ما كملنا جميع وكل تحديات الأسبوع الرابع اللي هن كان 7 تحديات، فجينا اللغز الأخير راح يطلب منك وراح يعطيك لودينج سكرين ممكن تطلع بيه مكان النجمة أو الراية. فاحنا هالمره الاسبوع الرابع راح يكون رايه، فبالاسبوع الاول كانت نجمه، الاسبوع الثاني كان رايه، والاسبوع الثالث كانت نجمه، والاسبوع هذا راح يكون رايه ان شاء الله. ومكان الرايه بعد ما حللت الصوره وشفتها، طبعا مكان بالمنطقه البركانيه، واذا ان شاء الله راح نحدد المكان بالضبط وين هو، فراح يكون بالمنطقه البركانيه الرايه السريه راح يكون هناك. بعد ما يعطيك صورة اللودينج سكرين او الموزة مثل ما شفتوا انتو ببداية الفيديو راح يعطيك اياه. فقبل ما نوصل لمكان الراية، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات وكتبوا لي كم تعليق حلو جوا. فمثل ما تشوفون راح ننزل بمكان المكان البركاني او مكان البركان، راح ما موجود هنا، راح نجي ونشوف مكان الراية، راح نلقيه ان شاء الله المكان هياته. هذا هو او هذه هي المكان الراية السرية، فالمكان ما بي صعوبة او مكان مو مخفي مثل ما شفتوا. هذا هو الراية، يعني هنا وصلنا وكملنا اللي مطلوب منا، اكتمل عندك كل تحديات الاسبوع الرابع، وان شاء الله راح طبعا ينزل تحديات يوم الخميس او يوم الجمعة، ان شاء الله راح همنا او راح نوضح اكثر عن التحديات الجاية ان شاء الله. فاتمنى عجبكم الفيديو وقدرت اوصلكم فكرة وين كان مكان الراية السرية. لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.